طيب نكمل. السي ام واي كي عرفنا طبعا عندنا كام درجة، كل ده مش عارف يعني تبقى كام، 16,581,375 درجة. فاللي يقول لك اصلا ما لقيتش الوان مش عارف اعمل مزجة لوني، لا يبقى انت لسه ما درستش الكالر جروب او الكالر فاميلي، وده موجود عندي على الموقع على احمدحبيب.net في الدورات القديمة. طيب لو دخلنا هنا، لو انا قلت له 100% سيان صفر 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 100%، دكتور عايز اسمع كده، ده لون السيان. طيب لو انا خليت السي صفر 100% ماجنتا، فاصبح ان ده درجة الماجنتا 100% صافية. لو قفلت دي صفر وحطيت اليلو 100، ده الاصفر صفر صرف صافي. لو خليت دي صفر وعملت دي 100، ده البلاك للمطبوعات. وصل الكلام؟ طيب اللاب كلر ده سيبك منه دلوقتي، هنتكلم عنه بعدين. ايه موضوع الكلام ده؟ دي الهيكسا ديسيمال، ده نظام لوني مستخدم في كتير من البرامج الاخرى، فمعنى كده ممكن اختار اللون بتاعي واخد الرقم ده كنترول سي او رايت كليك كوبي واخده باست طباعه في اي مكان تاني. تمام. طيب هختار مثلا اي لون واعمل اطار الت باك سبيس لون الاطار. عايز اكسر الايقاع، هو كده رتيب قوي مربع، عايز اطار كده كيرف يكون دايره. طيب ببساطه شديده لو انا عملت رايت كليك دايره وقمت عملت الدايره، وزي ما احنا عارفين الناس اللي شافت دروس المبتدئين مسكنا الشيفت، شايفه مسكنا الشيفت عشان يعمل دايره منتظمه، صح كده؟ وقعدت عملت كده مثلا، وقمت عامل ازاي، جبت المربع ومسكت شيفت عشان اجمع المساحه دي كلها واجمع المساحه دي كلها، كنترول شيفت اي ولونت كده، كنترول دي عمل كده. طب ايه اللي حصل بقى تاني؟ تعالي اعملها بشكل اكثر دقه. هجيب الدايره وعايز اجمع ربع دايره، عملت دايرة بصي وخليت الدايرة تمس كده وتمس كده، وتمس كده، طبعا عشان عملتها بشيفت في جاية منتظمة. طول ما انا واقف على الأداة دي، اتمنى الناس اللي بتشوف الفيديو تكتب المعلومات دي كلها وتبعتها لي على الايميل نصحح مين فاضل له ايه. لو انا نزلت تحت شوية 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 هيتحرك معايا، بس لو انا واقف على الاداه دي مش هتتحرك معايا. كتير بتحصل الحركه دي ونقول فين المشكله، اهو اقف هنا لا اتحرك معايا. تمام. طيب انا عملت الدايره دي كده، هجيب المربع واعمل شيفت اجمع كده. ليه اجمع؟ لان انا عايز المساحه اللي بره مش عايز اللي جوه، وهقف على اللاير ده واعمل كنترول شيفت اي او من قائمه سيلكت اقول له انفرس، يعني ايه انفرس؟ اعكس التحديد، فاصبح محدد لي اللي جوه مش اللي بره. يعني هو كان اول محدد الجزء ده، دلوقتي محدد الجزء ده، والت باك سبيس اعمل كنترول دي، شايف المنظر عامل ازاي؟ كسرنا الايقاع شيئا ما. حلو. طيب لو انا جيت هنا بالاداه دي عملت رايت كليك كده، دخلت على بوليجونال ليزو تول، قمت جاي كليك هنا كده، مسكت شيفت طبعا عشان يخليها لي منتظمه، قمت عامل كده كده ومكمل هنا دبل كليك عشان يعمل لي ابلاي على السلكشن، ونايف على نفس اللاير الت باك سبيس
كنترول دي، او من قائمة سيلكت اقول له دي سيلكت عشان يشيل التحديد. الموضوع سهل هو بسيط، شوية صعب الموضوع ولا باش اصعبه؟ انا اصعبه لكن هو مش صعب. تمام، لو عملت دابليكيت من اللاير ده ازاي؟ كنترول جي او رايت كليك دابليكيت، او اخده اسحبه كده على النيو وامسك اللوك واجيب ده، اعمل كده اختار اللون ده مثلا على سبيل المثال، اقول اوكي والون اللون ده كده اهو من الصفر. تمام الحمد لله. اتفضل اتفضل. والله بستعيد الذكريات تاني. طيب طيب وعملنا ده كده، اصبح ان في طبقتين من اللي اوت ده كده، همسك الكنترول تي وامسك الشيفت وصغره شوية كده. هنا اقف شوية، معنى كده ان هو نفس اللي اوت، انا ممكن العب في النسبة والتناسب بين النسخة الاولانية والنسخة التانية عشان يديني منظر تالت ولا لا؟ هو ده السؤال. طيب كنترول تي وهصغر سنة واعمل انتر واجي عامل بالبوليجونال كده 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 كده، واجي من بره ديليت، واجي هنا ماسك الشيفت اهو اهو تاني كليك اهو 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 ديليت. شايف قدرنا نعمل فكرة فيها ازاي؟ طيب اللي اوت اهو، هل طبعا الفول سكرين بتاعي في المالتي ميديا في البرزنتيشن هيبقى كده، طبعا حرف الاف هو اللي بيعمل الفول سكرين عشان الناس تبقى شايفة الموضوع، هيبقى كده. هل اقدر اضيف حاجة عشان احس ان الاسود ده داخل معايا في الشغل بتاعي؟ هنشوف في الدرس اللي بعده. نستعرض خلال حلقتنا لهذا اليوم سلسلة تعليمية في مجال المالتي ميديا، وسنرسم الإضافات على لوحتنا السابقة التي قمنا بإنشائها وبأدوات بسيطة أيضا، كما سنتعرف معكم على إصدار باسم الآداب الشرعية للشيخ محمد المنجد. وأما فقرة نوافذ سنصطحبكم في تقرير عن رحلتنا لتركيا وإطلاق أنحف شاشة LCD، فابقوا معنا. استعرضنا في الحلقة الماضية كيفية إنشاء لوحة بأداة واحدة، واليوم سنضيف بعض الإضافات على نفس اللوحة وأيضا بأداة واحدة. لا أطيل عليكم ولنشاهد هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الكرام، الفقرة الثالثة في دورة الفوتوشوب. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن السيلكشن، تطبيق عملي للسيلكشن، شرحنا ازاي ارسم مستطيل، ازاي احط سمك للمستطيل عشان اعمل له بعد معين فيبان ان هو مكعب، والكاميرا بتاعتنا بصة من الزاوية هنا كانت الناحية دي، لو نفتكر الناس اللي بتذاكر نفتكر ان هي كانت فاتحة اكتر، نفس اللون اللي بستخدمه بس افتح ليه، دي المساحة اللي وقع عليها الضوء، يعني المساحة نفس اللون بس افتح، التانية اللي هو العمود نفسه المربع نفسه كان اغمق ليه، اتحجب عنها الضوء